بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الميكانيكال سيستم شابتر 3 في ماده سيستم داينامكس اند كنترول شابتر 3 بعنوان الميكانيكال سيستم. الميكانيكال سيستم يعني النظام الميكانيكي. الاول تعالوا نعرف ايه هي مكونات اي ميكانيكال سيستم. الميكانيكال سيستم بيكون من احدى ثلاث اشياء. الشيء الاول اللي عايزين نتعرف بيه اللي هو الماس. يبقى انا بتكلم عن الميكانيكال اليمنت دلوقتي، اول حاجه عندنا هي الايه؟ الماس. ايه الماس دي؟ عباره عن ايه؟ اللي هي الكتله، نرمز لها بالرمز ام، دي الماس بتاعتنا. واحنا عارفين من قوانين الحركه ان الفورس عباره عن الكتله اللي هي الماس في عجله الجاذبيه. الفورس في الماس ممكن تكون جي وتكون ايه على حسب حركه راسيه ولا افقيه. طيب الكلام ده في حاله ان الماس ديت بتتحرك على سطح في حركة خطية أو بتتحرك فيرتيكال في حركة رأسية. لو فرضنا إن هي تتحرك حركة دورانية يبقى القانون ده فاليد لو كانت لينير موشن سواء كانت رأسية أو أفقية. الجي ديت المقصود بيها الأكسلريشن. الأكسلريشن والإم اللي هي الماس. والاف اللي هي الفورس. طبعا الفورس هنا بتقاس بنيوتن والماس بالكيلو جرام والاكسلريشن متر بالسكند سكوير. طب لو كانت الحركه دي دورانيه، يعني انا عندي رول كده، الرول دوت بيحصل له عمليه روتيشن، بيدور بزاويه سيتا، والسيتا طبعا بتتغير مع الزمن لانه بيعمل روتيت. في الحالة ديت بقول ان التورك طالما في دوران اصبح تورك مش فورس، بيساوي جي في الالفا. جي في الالفا. طيب مين هي الالفا؟ هي الانجولار اكسلريشن، يعني بيلف بسرعة او بيلف بعجلة زاوية مش لينير، انجولار اكسلريشن. و جي هي الانيرشيا، والتي اللي هي التورك. يبقى نخلي بالنا دلوقتي من كل اليمنت. انا بتكلم دلوقتي عن الميكانيكال اليمنت. الميكانيكال اليمنت هنا اول حاجة عندنا هي الايه؟ الماس. عرفنا الماس فيه حركه لينير وفيه عندنا حركه دورانيه روتري او روتيشن. تمام. لو هي حركه دورانيه يبقى التورك هيبقى عباره عن الجي في الالفا. ده بالنسبه لاول اليمنت. طيب عندنا في طبعا معادلات نجيب بيها الجي دوت، لان الجي دوت بيعتمد على طبيعه الشيء اللي بيدور، هل هو اسطوانه مفرغه ام صحن. طبعا له حساباته هناخدها بعدين، وله قوانين. لو هو كان سلندر او ديسك بيلف، كل واحد له قانون منه. طيب كده احنا عرفنا الماس. نيجي الاليمنت الثاني عندنا اللي هو السبرينج. عندنا الاليمنت الثاني السبرينج. والسبرينج هو فكرته بسيطه، اللي بيقال عليه السوسته، برضو بيتعرض لحركه افقيه وحركه او لينير وحركه دورانيه. لو هو بيتحرك شكل افقي اهو،
اللي هو عباره عن السوسته، وببدا انا اشده بفورس اف، هيبدا يتحرك معايا مسافه اكس. في الحاله ديت بقول المعادله بتاعته ان الفورس اللي انا ببذلها عليه عباره عن ثابت اسمه كي في المسافه اللي هو بيمشيها. يعني القانون ده مختصره كل ما ببذل فورس الاكس بتزيد، تمام؟ طيب ده لو هو كان متثبت من طرف والطرف التاني بيتحرك. طب لو انا فرضت ان هو الطرفين ده مش متثبت، او متثبت في شيء بيتحرك، مش ده الزيرو بتاعنا، يعني مش ده الزيرو، كان بالوضع ده، ده الزيرو بتاعنا اهو، لكن هو بيتحرك من نقطة تانية، زي ما يكون مثلا قبليه سبرينج اخر، فاصبح النقطة دي مش ثابتة، وانا بقص عليه فورس هنا. المسافة دي اسمها اكس 2 والمسافة التانية اسمها اكس 1. ففي الحالة دي انا يهمني الفرق بينهم زي ما خدت الفرق هنا. هي في الحالة دي الفورس عبارة عن الكي، انا كبير مين؟ اكس 1، اكس 1 اللي هو الطرف البعيد، والطرف الثاني اللي هو القريب اكس 2، الفرق بينهم. الكلام ده لو كانت الحركة برضو بنقول لينير. في الحالة دي خلي بالك دي تنشن. طب لو هي كانت كومبريشن، لو كانت كومبريشن هنجد ان الاكس قيمتها بتبقى عندنا هنا بتتأثر بشكل سالب. طيب عايزين بقى نشوف لو كان السبرينج ده بيحصل له عملية روتيشن، نفس اللي حصل فوق هنعمله هنا. لو عندي سبرينج والسبرينج دوت شكله دوراني، بيثبت الطرف هنا، انا اقصد السبرينج ده بس يعني كأن جوه هنا في سبرينج، وبنبذل عليه تورك، فهو هيلف بزاوية سيتا. في الحالة دي هنقول ان التورك اللي هو بيتأثر السبرينج عبارة عن الثابت في سيتا. مين سيتا؟ هي الانجلر بتاعته او الانجلز اللي بيقطعها. طيب لو جينا شفنا ان انا برضو عندي طرف مش متثبت والطرف التاني مش متثبت، يعني هنا سي في سيتا 2 وهنا في سيتا 1، ففي الحالة دي التورك عبارة عن الكي، واطرح سيتا 1 من سيتا 2 كده. احنا دولت في حالة الروتيشن ودولت في حالة اللينير، ودي في حالة اللينير ودي في حالة الروتيشن. كده احنا عرفنا الاثنين اهم حاجة عندنا، الماس والسبرينج. شوف الدمبر دوت الشيء الثالث ودوت مهم. طب ايه هو الدمبر؟ الدمبر هو زي في السيارة مثلا بيبقى في حاجة بتمتص الصدمات، بيبقى جواها زيت وفي واحيانا بنسميه الداش بوت. طيب ايه القوانين بتاعته؟ قانونه سهل برضو. الدمبر بنقول لو انا عندي دمبر دوت الرمز بتاعه عشان ما نيجي نرسمه، الدمبر ده انا بشده بفورس اف فهيتحرك بسرعه اكس دوت اكس دوت. في الحاله دي بنقول ان الفورس عباره عن ثابت اسمه بي، ده السبب بتاعه في الاكس دوت، تمام؟ اللي هي السرعه الخطيه. طب لو فرضنا ان هو الطرفين مش متثبتين زي ما كل مره بنقول كالعاده، هنعمل ايه؟ ديت مثلا اكس 2 والمسافه دي كلها اكس 1، يبقى الفورس هتبقى عباره عن ايه؟ البي اللي هو السبب بتاعه اكس 1 دوت ناقص اكس 2 دوت. دايما نقول خلينا في القانون ده، ولو كانت اكس 2 بصفر يبقى خلاص هحط اعوض عنها بصفر عشان ما تتلخبطش. طب لو كان روتيشن، لو الدمبر ده برضو بيلف هيبقى نفس الموضوع اللي احنا حكيناه،
لو فرضنا هو متثبت هنا والدمبر اللي هو الداشبوت ده بيلف بزاوية سيتا، يبقى هنقول في الحالة ديت إن التورك طالما في دوران يبقى تورك مش فورس، كي في سيتا دوت. طب لو كانوا الطرفين بتوع الداشبوت الاتنين مش متثبتين، سوري احنا قلنا هنا بي، هيبقى بي في سيتا 1 دوت ناقص سيتا 2 دوت. كده احنا قلنا كل القوانين الخاصة بالإليمنت بتاعتنا. طيب احنا دلوقتي هنبدأ ناخد مجموعة من السيستمز. ما هو السيستم بيحتوي الثلاثة إليمنت، يبقى الميكانيكال سيستم بيبقى عبارة عن بقى الماس والسبرينج والدامبر أو الداشبوت. دوت زي دوت زي ممكن يكون اتنين بس او ده زائد دوت. المهم ان الميكانيكال سيستم بيتكون من هذه الاليمنتس. طيب انا دلوقتي عشان اقدر احلل اي سيستم لازم ان انا اكتب المعادلات بتاعته، فهنلتزم احنا في الشابتر بتاعنا او في الجزء بتاعنا عشان اقدر احلل اي ميكانيكال سيستم بالقانون التاني، نيوتنز سكند لو. نيوتنز سكند لو بيقول ايه؟ القانون بتاع نيوتن بيقول لو احنا بنتحرك حركة لينير حركة خطية، فان مجموع الفورسز على اي جسم ميكانيكي عبارة عن كتلته في العجلة بتاعته، الايه هنا الاكسلريشن، والام اللي هي الماس، ودي مجموع القوى، مجموع القوى المؤثره عليه. طيب لو كان الحركه روتيشن يبقى مفيش تورك، يبقى مفيش فورس، اسمها ايه؟ تورك على طول اول ما نشوف الروتيشن. فبيقول ان مجموع التورك عباره عن الجي في السيتا دوت او الاوميجا دوت، الاوميجا دوت اللي هي الانجولار اكسلريشن، والجي اللي هي الانرشيا المومنت اوف انرشيا، وهنا مجموع القوى. يبقى احنا في شغلنا نطلع الديفرنشال ايكويشن باستخدام قانون التالي. بعد ما نطلع الديفرنشال ايكويشن نبدا نعمل لها اناليسيس للسيستم، ده هو ده المطلوب في شابتر 2. تمام، خلونا ناخد اول اكزامبل عندنا. في الاكزامبل بتاعنا هناخد روتيشنال سيستم بيقول عندنا دلوقتي في شافت، الشافت دوت بيلف كويس، في كتلة اهي، الكتلة ديت متثبتة على كراسي تحميل تمام. هذه الكتلة لها انرشيا جي، يبقى الجي دي الانرشيا بتاعتها تمام، وبتلف بسبيد دبليو. وبيقول ان السبيد ديت عند الزيرو كان قيمتها زيرو، الاوميجا اوف زيرو قيمتها اوميجا نوت، قيمتها اوميجا نوت. طيب وبعد كده بيقول بديل اوميجا ان في هنا معامل احتكاك اللي هو البي فراكشن بيحصل هنا عند التحميل فراكشن اسمه بي، والمطلوب ان احنا نوجد ديفرنشال ايكويشن اللي بتعبر عن هذا السيستم، يعني نعمل له موديل. طيب هنعمل ايه احنا في الحاله ديت؟ هبدا اكتب الايكويشن تمام. القانون بتاعنا بيقول ايه؟
بيقول ان السمشن للتورك ايكوال جي في الاوميجا دوت او السيتا دوت اللي هي العجله يعني الانجولار اكسلريشن. طيب هي ايه العزوم اللي بتاثر على هذا الجسم؟ مفيش غير الفريكشن فورس. تمام، مفيش غير الفريكشن فورس. طيب يبقى السمشن للتورك بيساوي الجي في الدبليو. طيب ايه هي التورك اللي بيأثر عليه؟ هو الفراكشن تورك. طب قيمته كام الفراكشن تورك ده؟ فراكشن تورك بيساوي البي ده معامل الاحتكاك في الاوميجا دوت. وطبعا عشان هو عكس اتجاه الحركه بنحط له اشاره الايه؟ الماينس. يعني دلوقتي هو بيروتيت عكس عقارب الساعه، فالاحتكاك بيبقى ضده. تمام، فده الفريكشن تورك. ومن هنا يبقى مجموع التورك ما فيش غير دوت بيساوي دوت. يبقى هنقول جي دبليو دوت ماينس سوري بيساوي اللي هو الطرف ده جه هنا اهو، ومجموع التورك ماينس بي في الاوميجا دوت. يبقى مجموع العزوم اللي هو دوت ما فيش غير الفريكشن تورك ايكوال جي دبليو اوميجا، اللي هو القانون الثاني الايه؟ نيوتن اللي احنا كتبناه من شويه. وعندنا الاوميجا عند السرعه البدائيه هو قال لنا بقيمتها اوميجا نقطه. في الحاله دي انا عايز احل المعادله دي. كده احنا خلصنا الجزء الميكانيكا، هنرجع لشابتر 2 تاني نبدا نكمل فيه. هنعمل ايه بقى؟ نظبط المعادله دي، يبقى جي اوميجا دوت ونجيب ده هنا يبقى بلس بي اوميجا دوت يساوي زيرو، وناخد لابلاس للطرفين. فهنجد هنا احنا اتعلمنا ان الاوميجا دوت اما اخد لها لابلاس عباره عن ايه؟ الاس في الاوميجا اوف اس ماينس الايه؟ الاوميجا اوف زيرو اللي هي الاوميجا نوت، صح؟ يبقى نبدا نعوض. يبقى نبدا بديت بجي سوري بس هو كما الفريكشن تورك اللي عباره عن البي في السرعه، انا كنت فاكر دي سيتا دوت، دي مش موجوده، دي الانجولار سبيد. اوكي دي مش موجوده. طيب هناخد لابلاس بقى للطرفين، يبقى الجي في الاوميجا دوت هتبقى عباره عن الجي ونشيل اوميجا دوت هنا، يبقى اس اوميجا اوف اس ماينس الاوميجا نوت اللي هي ديت، بعد كده بلس بي والاوميجا خدها لابلاس يبقى اوميجا اوف اس، كل ده ايكوال زيرو. نبدا ناخد الاوميجا اوف اس نحلل ده كله، يبقى جي اس اوميجا اوف اس ماينس جي اوميجا نوت بلس بي في اوميجا بي في الاوميجا اوف اس ايكوال زيرو. هناخد الاوميجا اوف اس كومون مشترك، يبقى انا هنا جي في الاس بلس البي. تمام، ونودي دوت الناحيه الثانيه بعكس اشارته، يبقى بيساوي جي في الاوميجا دوت. من هنا يبقى الاوميجا اوف اس ايكوال جي اوميجا نوت على جي اس بلس بي. طبعا عشان اجيب لها انفرس لازم اخلي اس واقفه هنا ومفيش حاجه مضروبه فيها، فهقسم فوق وتحت على ايه؟ على جي. يبقى الاوميجا اوف اس ايكوال جي هتروح مع الجي، يبقى انا هنا اوميجا نوت وهنا اس، بقسم فوق وتحت على جي زائد البي على جي. كده احنا جبنا الاوميجا اوف اس، فجيب لها انفرس بكل بساطه زي ما احنا عارفين، هتبقى عباره عن ايه؟ الاوميجا نوت هتنزل زي ما هي، يبقى الاوميجا اوف تي هتساوي الاوميجا نوت في اي تو ذا باور زي ما اتعلمنا ماينس بي اوفر جي في التي. الكلام ده فالد لما تي تكون اكبر من او تساوي الصفر. يبقى احنا كده جبنا لها الايه؟ الانفرس، حلينا المشكله. دايما هنعمل كده في السيستمز بتاعتنا، ان انا هديك سيستم واقول لك
طبق سكند لو لنيوتن، طلع الديفرنشال ايكويشن اهي، طلع الديفرنشال ايكويشن ديت. بعد ما تطلعها الديفرنشال ايكويشن تبدا تاخدها لابلاس وتجيب انفرس زي شابتر 2 بالظبط. ده كان اول اكزامبل لينا. طيب معانا بقى الايكويشن دي زي ما اتفقنا عايزين نجيب لها الايه؟ انفرس والكلام ده. طيب هو هنا بيسمي الحال اللي هيطلع كمان شويه ده هيبقى فيه اوسيليشن او فايبريشن زي ما هنشوف كمان شويه. المهم الاول عندي الانيشال كونديشن بتاعتي ان الاكس اوف زيرو هي الاكس نوت، والاكس دوت اوف زيرو هي هنسميها الفي نوت. تعالى بقى ناخد لابلاس للمعادله دي. لابلاس هيقول لنا ايه لابلاس بقى؟ ما تيجي تاخد لابلاس المعادله اللي فوق هنجد هنشيل الاكس دبل دوت ونحط مكانها يبقى دي الام اهي اس سكوير في الاكس اوف اس ماينس الاس في الاكس اوف زيرو ماينس الاكس دوت اوف زيرو. كل ده تحويلة الاكس دبل دوت زي ما خدناها في شابتر 2 بلس كي اكس تبقى كي في الاكس اوف ايه؟ اوف اس. كل الكلام ده بيساوي صفر. هنبدأ نفك الكلام ده كله يبقى ام اس سكوير ام في اس سكوير اكس اوف اس، وبعد كده بلس سوري ماينس ام في اس اكس نوت، شيل نحط اكس نوت ماينس ام في ايه؟ في في نوت، ام في في نوت زائد كي في الاكس اوف اس. هنبدأ بقى نجمع الحاجات اللي هي اكس اوف اس، ادي واحده اهي وادي واحده اهي، يبقى الاكس اوف اس هناخدها عامل مشترك ام اس سكوير بلس كي بيساوي نودي الجماعه دول هناك يبقى ام اس اكس نوت بلس ام في نوت. من هنا نطلع نودي دي الناحيه الثانيه يبقى الاكس اوف اس هتساوي الام في نود بلس الام اس اكس نود على ام اس سكوير بلس كي. وطبعا احنا بقينا فراوده اتعلمنا قبل كده ازاي ان احنا نجيب الانفرس بتاع الايكويشن ديت عن طريق الايه؟ ان احنا البارشال، وطبعا قلنا دي في الاخر تبقى كوساين وساين. لما وزعنا قلنا ام في نوت على دوت دي كده هتدينا ساين ودي كده هتدينا كوزاين. فيبقى الكلام ده هيبقى عباره عن اخد دول لوحديهم الاول واقسم على ام، هيبقى لي ايه؟ في نوت وهيبقى هنا اس سكوير وانا قسمت على ام بلس كي على ام الكلام ده زائد برضه قسمها على ام يبقى لنا مين؟ اس في اكس نوت على اس سكوير زائد كي على ايه؟ على ام. يلا نجيب الايه؟ الانفيرس. خلاص دي ساين قطعة زي الشمس، دي ساين ودي كوزاين تمام. زي ما احنا اتفقنا تبقى الاكس اوف اس عباره عن ايه؟ الترم دوت لازم يكون اس سكوير زائد ده سكوير صح؟ ماشي، يبقى اس سكوير ويبقى ده كي على ام الجذر التربيعي كل سكوير، خدت له جذر وربعته يبقى ما عملتش فيه حاجه. طيب وفي نفس الوقت لازم يطلع لنا هنا برضك
جذر كي على ام. طب انا ما عنديش غير في نود بس، يبقى في على نود واضربها هي كمان في كام؟ في جذر عكس دوت اللي هو الام على كي. يبقى الترم ده كده هو اللي فوق، الفي نود اهي نزلت زي ما هي، دوت زي ما هو، ودوت عكس ده يضربوا بعض يبقى بايه؟ بواحد زائد. هنعمل اللي عملناه هنا نعمله فوق في دوت، نزل هنا الاكس نود وفوق هنا يبقى اس، اس سكوير بلس كي على ام جذر وكله سكوير. ناخد الانفرس لابلاس للاكس اوف اس عشان يطلع لنا الاكس اوف تي، تطلع الاكس اوف تي عبارة عن ايه؟ زي ما اتفقنا الترم ده هينزل زي ما هو اللي هو الفي نود جذر ام على كي، ودوت هيبقى ساين اللي هو الجزء ده ساين الاوميجا في تي، الاوميجا اللي هي ديت كي على ام في تي، زائد الترم دوت يبقى اكس نوت تنزل زي ما هي، وده يبقى كوزاين اوميجا على تي، الاوميجا اللي هي كي على ام في تي. كده احنا قدرنا نوصل للايه؟ لحل. كل السيستم ده هتجيلنا بالشكل ده، دي ميكانيكال سيستم اهو اللي هو اللي فات بتاعنا اهو، ميكانيكال سيستم خدناه قلنا مجموع القوى، عندنا قوتين، قوة للكتلة جرافيتي وواحدة للسبرينج وحدناهم، وبعد كده خدنا افتراض او ممكن هو كمان ادوهولنا جيفن. ولو ما ادوهوش لنا جيفن احنا كنا ممكن نكمل بالمعادلة دي، كنا ممكن عادي جدا نكمل شغلنا خالص بالمعادلة دي لو ما اديناش افتراض ان الام جي تساوي كي سيجما. وبعد ما جبنا الانفرس خدنا البلاس دي، وبعد كده جبنا الانفرس طلعنا بده، عشان كده عرفنا اهميه شابتر ايه 2. طيب لو احنا كده بصينا لرسم الفانكشن دي، فانكشن لاكس اوف تي، وقدام هنعرف ازاي نرسم بالماتلاب، هنجد ان هي عامله تبدا من واحد وتبدا لها فريكوانسي، الفانكشن دي لها فريكوانسي ولها امبليتيود جديد اللي هو مجموع الاثنين دول على بعض، لو انا رسمت السايل لوحدها وكوزاين لوحدها وجمعتهم هيطلع لي الشكل الجديد ده، له فريكوانسي وليه امبليتيود خاص بيه زي ما احنا شايفين كده، وله زاويه شيفت اهو مش بادئ من الزيرو، تمام. ف هنشوف دلوقتي سيمبل هارمونيك موشن. هناخد بقى اكزامبل التاني، اكزامبل 2 بنتكلم فيه عن سبرينج ماس سيستم، سبرينج ماس سيستم يعني السيستم مكون من حاجتين سبرينج وماس. تعال نشوف شكل السيستم كده، انا عندي هنا سبرينج اهو بيقولوا عليها بس سوسته، ومتعلق فيها سيريز كده ماس، تمام. طبعا هنا الحركه راسيه، فاقول ان الماس دي بتتحرك مسافات واي، وهنا في ثابت للسبرينج اسمه كي. طيب اول ما يقول لي هات ديفرنشال ايكويشن للسيستم او هات المعادله اللي نحل بيها السيستم دوت، ابص على الماس، عنينا هنا على الماس. الماس هنا بتتعرض لكام فورس؟ لاتنين فورس، اول واحده اللي هي السبرينج بتعوقها ان هي تنزل لتحت، الفورس الثانيه اللي هي ايه؟ الماس اللي هي الجرافيتي. يبقى هنا عندنا الفورسز اون ماس عباره عن اتنين، واحده الجرافيتي والثانيه جايه من السبرينج. طيب القانون بيقول ايه؟ بيقول ان مجموع القوى السمشن بتاع الفورس، هنا مش روتيشن هنا لينير، ايه بيساوي ايه؟ مجموع القوى بيساوي العجله الكتله
في العجله اللي بتحرك بيها اللي هي الواي دبل دوت. تمام. طيب تعالوا نشوف ايه مجموع القوى اللي عندنا. عندنا في قوتين، في قوه معانا في اتجاه الحركه اللي هي الام جي، القوه دي قوه تعتبر موجبه لان دي مع اتجاه الحركه، وقوه السبرنج بتعوقها مش عاوزاه ينزل، فالقوه دي ايه؟ سالبه. يبقى نقول هنا ان الام واي دبل دوت تساوي مجموع القوى اللي هو مجموع القوتين دول، مفيش قوه تانية بتعرض ليها. قوه الجرافيتي اللي هي الام في جي اللي عجله الجاذبيه بلس سوري ماينس قوه السبرنج اللي هي الكي في الواي، لان النقطه دي مش ثابته. دي لو مش مثبته كنا قلنا واي 1 ناقص واي 2. تمام كده احنا كتبنا الايكويشن، خلصنا الجزء الميكانيكي. نرجع بقى لشابتر 2 ونبدا نكتب المعادلات بتاعتنا. الاول نهيئ المعادله دي ان انا اخلي الواي موجوده عشان هاخد مع... عارفين بعد شويه هناخد لها لابلاس. يبقى عندي الام واي دبل دوت بلس كي واي ايكوال ام في جي. عارفين الام في جي ثابتين الاثنين، لكن الواي هنا هي دي الفانكشن اللي احنا عاوزين نحلها. طيب هنبدا ان احنا ناخد هنا اللابلاس ترانسفورم للسيستم دوت. وبعد ما ناخد له لابلاس نعمل نجيب له الايه؟ الانفرس. يبقى كده حلينا المساله. تمام؟ طيب هو هنا بالنسبه للواي، الواي في البدايه كانت لها قيمه، الواي كان لها قيمه وليكن مثلا كانت اكس، يعني الجسم ده قبل ما يتحرك كان واقف مثلا هنا في المكان ده، فكانت المسافه دي اكس، بعد كده اتحرك وصل هنا فالمسافه زادت مقدار اسمه سيجما. تمام. في الحاله دي بنقول ايه؟ ان الواي ايكوال اكس بلس سيجما. الواي الجديده ديت اللي وصل لها عباره عن اكس اللي هو المكان القديم ده زائد المكان الجديد لما وصل زاد سيجما. ونبدا ان احنا نعوض هنا مكان كل واي. يبقى الام عاوز افاضل الواي دبل دوت ديت، اول تفاضل هيديني اكس دوت وده ثابت هيروح، تفاضل الثاني هيديني اكس دبل دوت. يبقى شلت الواي دبل دوت حط اكس دبل دوت بلس كي، واشيل الواي واحط مكانها اكس بلس سيجما. كان ده بيساوي الام في جي. تمام. يبقى الام اكس دبل دوت بلس الكي اكس بيساوي الكي الام في جي ناقص، ودينا الكي سيجما الناحيه الثانيه، ودينا الكي سيجما الناحيه الثانيه. هو هنا بيقول هو احنا عملنا افتراض اسيوم ان الكي سيجما قد الام جي في الحاله ديت، يبقى الام اكس دبل دوت عشان يبسط المعادله بتساوي كي اكس زائد الكي اكس بيساوي زيرو. دي كاركترستيك ايكويشن المفروض هياخد لها لابلاس وبعد كده نعمل لها الانفرس. ديت اسمها السمبل هارمونيك موشن اللي هي الويف اللي قدامنا ديت. طيب ايه قصه السمبل هارمونيك موشن؟ خلينا فاكرين الفانكشن بتاعتنا السمبل هارمونيك موشن. باختصار ان انت لو عندك السيستم اللي فات بتاعنا اللي هو دوت، لو انا شديت او نتيجه الجرافيتي ده نزل ده هيشده لفوق فيبدا يعمل له اوسيليشن، يطلع وينزل يطلع وينزل. الاوسيليشن ده اسمه السيمبل هارمونيك موشن، بنختصرها اس اتش ام. طيب الايكويشن اللي فاتت اللي احنا طلعناها ديت، لو افترضنا اف في الانيشيال كونديشن، افترضنا ان الفي نود بصفر اللي هو ده، في الحاله ديت يبقى الاكس اوف تي عباره عن ايه؟ الترم ده بس اللي هو اكس نود
طبعا ده عمره ما هيكون بصفر، لان طبعا في فرق بين في كوساين جذر كي على ام في تي. خلونا ناخد المعادله دي ونشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي. يبقى الاكس وفي تي اهي عباره عن اكس نوت كوساين جذر كي على ام في تي. من المعادله دي نستنتج ما يلي. ديت الاوميجا صح، اوميجا تي، يبقى الاوميجا بتاعتنا تساوي جذر كي على ام. طب يبقى الاوميجا بتساوي ايه؟ 2 باي اف. يبقى من هنا اقدر اقول الفريكوانسي بكام؟ اقسم الطرفين على 2 باي صح؟ اقسم على 2 باي، يعني جذر كي على ام على 2 باي. ده كده الفريكوانسي. طيب عاوزين نجيب البيريود التي. التي عباره عن ايه؟ واحد على اف، يبقى هقلب دوت. لما اجي اقول واحد على ده الباي 2 باي يطلعوا فوق على جذر كي على ام. هي دي القوانين بتاعت السيمبل هارمونيك موشن. تمام. طيب يبقى لو انا دلوقتي عندي حاجه اسمها الناتشورال فريكوانسي، يعني ايه؟ لو انا فرضت ان انا عندي ان دامبنج او ان دامبنج ناتشورال فريكوانسي، ايه دوت؟ دلوقتي انا عندي السيستم اللي هو كان متعلق في سبرينج ده، فرضت ان هو اتشد، فده ناي اوسيليت على طول من غير ما يحصل له قصور اطلاقا. بمعنى زي البندول بتاع الساعه رايح جاي، ما بيقلش الارتفاع او بيزيد، ده هو على طول ثابت، فدي اسمها ان دامبد. في الحاله دي الفريكوانسي بتاعي اسمه اف ان، اللي هو الان دامبد ناتشورال فريكوانسي، اللي هو لسه طلعناه فوق اللي هو الاوميجا ان اللي احنا لسه مطلعينه ده، بسميه ان عشان ناتشورال، هيساوي 2 باي اف ان اللي هو ده، اللي هو كم؟ بجذر كي على ام. لكن لو في دامبنج هنتلاقي بعد فتره الفريكوانس ده بيحصل له ايه؟ بيتغير وبيتاثر وبيضمحل لحد ما بيوصل زيرو. تمام؟ طيب لو احنا رجعنا للمعادله بتاعتنا ديت اللي هي كانت ام في اكس دبل دوت تساوي كي اكس، المعادله دي احنا كده عرفنا الان دامبد فريكوانسي اللي هو الفريكوانسي اللي هيدنيه يعمل دامبنج بيه، ولو عاوز البيريود نجيب المقلوب بتاعه. المعادله كانت ام اكس دبل دوت كانت زائد كي اكس بتساوي صفر. انا كنت ممكن اقسم الطرفين على ام، في الحاله دي هتبقى عباره عن اكس دبل دوت بلس كي على ام اكس ايكوال زيرو، اشيل الكي ام واحط مكانها اوميجا ان سكوير، فكان كانت المعادله اصلا اكس دبل دوت بلس الاوميجا ان سكوير في الاكس ايكوال زيرو. للمعادله دي تعتبر الماثيماتيكال موديل، الماثيماتيكال موديل للسيستم اللي احنا حليناه من شويه اللي هو سبرينج اند ماس سيستم. يبقى احنا كده اي سيستم ناخده نطلع منه الديفرنشال ايكويشن اللي تخصه، نجيب لها لابلاس، بعد ما نجيب اللابلاس نجيب الانفيرس، نطلع الريسبونس اللي قدامنا ده بنسميه الريسبونس، ده الريسبونس بتاع السيستم بتاعنا. الريسبونس يعني استجابته مع التايم شكله ايه، ولو كان مدينا افتراض بالشكل دوت هنبدا ان احنا نشوف السيمبل هارمونيك موشن ونطلع منها الفريكوانسي بتاعنا. عايزين ناخد اكزامبل ثالث نقدر ان احنا نحلل منه اكتر، نمشي بنفس الخطوات. عندنا سيستم اسمه ماس سبرينج دامبر، ده الاكزامبل الثالث. ماس المسائل بتاعتنا طبعا منبثقه من نفس الكلام، ماس سبرينج دامبر. ايه المطلوب؟ عاوز الماثيماتيكال موديل،
الماثيماتيكال موديل، ولو طالب الريسبونس هجيب انفرس لابلاس وعرفنا القصه بقى. طيب السيستم ده شكله ايه؟ عندي فيه سطح ثابت، هنا فيه سبرينج لوكي، وفي عندي داشبوت او دمبر لو بي، والاثنين متعلقه فيهم الايه؟ الماس. تمام؟ وبتتحرك يو او اكس مش هتفرق. والمطلوب دلوقتي ان احنا طيب يا ترى الماس بتتعرض لايه؟ ابدا ادرس الفورسز. اول حاجه امسكها الماس، ايه الفورسز اللي عندي؟ ثلاثه فورس، واحده جايه من الجرافيتي، واحده جايه من الجرافيتي للام جي، ودي مع اتجاه الحركه موجبه. القوه الثانيه سبرينج، لا ده السبرينج ده مش معانا، ده عكسنا، وقيمتها بي في الاكس دوت سالبه. والثالثه الداش بوت اللي هو الدامبر، برضو ده بيعكسنا، عاوزين ننزل هو بيعكسنا، اللي هو قيمته في كام؟ احنا قلنا سبرينج سوري بي في كي في الاكس، سبرينج كي في الاكس، سبرينج كي اكس، الدامبر كي في اكس دوت، وبرضو عكسنا. تمام؟ نكتب بقى، يبقى السمشن للفورس بيساوي الام في الجي. تمام؟ الام في الجي سوري سمشن الفورس الام في العجله للاكس، الاكس دبل دوت، الام في الاكس دبل دوت. طيب نبدا بقى نكتب، يبقى الام اكس دبل دوت ايكوال، نبدا نحط بقى الايه؟ الثري فورس عندنا. تمام؟ اول حاجه اللي هي شوف مين اللي معانا ومين مش معانا. الجرافيتي معانا ناقص الكي في الاكس ناقص البي، ده الدمبر بي في الاكس دوت، البي في الايه؟ في الاكس دوت. هنجيب دولت الناحية التانية. تمام؟ هنيجي هنا ونقول بردك ان الام كانت واقفة في وضع واتحركت لوضع جديد، وان الاكس بتساوي اكس داش بلس سيجما. فمن هنا نشيل كل اكس، حط مثلا اكس داش بلس سيجما، هنجد ان الام اكس دبل دوت هتساوي الام جي ماينس الكي اكس بلس سيجما ماينس البي في الاكس دوت. برضو هنفترض نفس الافتراض ان الام جي بتساوي الكي سيجما. هو الافتراض ده بيقول ان في حاجه اسمها ديفليكشن في السبرينج، وان الاثنين بيساووا بعض. الافتراض ده بيقول ان السبرينج الجرافيتيشنال فورس الام جي الجرافيتيشنال فورس از كانسلد باي السبرينج، دي بتعادل السبرينج ايكوليبريم، التوازن في ديفليكشن في السبرينج، فدايما بياخد ديت في الاعتبار. المهم من هنا يبقى الام اكس دبل دوت هتساوي الام جي ناقص كي في الاكس داش بلس ماينس الكي في السيجما ماينس البي في الاكس دوت داش. طبعا دي قلنا هتتكنسل مع دي، يبقى الام اكس دبل دوت هنودي بعكس الاشاره كي اكس ماينس بي اكس دوت ايكوال زيرو. تمام؟ دي كده اصبحت المعادله، طبعا دول السالب ده جيب الموجب والسالب ده جيب الموجب، دي اصبحت المعادله اللي بتمثل السيستم. يبقى لو عندي قال لي الجرافيتيشنال فورس كانسل السبرينج ايكوليبريم ديفليكشن، افهم ان الديفليكشن في السبرينج اللي هو عباره عن الكي في السيجما بيعادل ايه؟ الجرافيتيشنال فورس.
طيب الاكزامبل ده عاوزين بقى، احنا كده خلصنا المسألة. هو قال لنا خد القيم دي، اعتبر الام 0.1 كيلو جرام، واعتبر الكي 0.4 بتاع السبرينج، واعتبر البي ب 4. اداني الارقام دي جيفن. من هنا تصبح المعادلة بتاعتنا هنا 1/10، وهنا 4 الكي 4/10، وهنا الـ4. تمام. هبدأ ان انا اقسم على 1/10 عشان اظبط المعادلة دي، يطلع لي اكس دبل دوت زائد 4 اكس دوت زائد 40 اكس. دي المعادلة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. ده في حالة ان انا عوضت ورتبت، يعني اكس دوت ده جبته هنا، هنا البي كانت ب 4، الكي هنا كان 4/10، تمام. هو دي كانت، سوري، دي البي، دي البي ودي الكي. هنا البي كانت ب 4/10، متقسمة على 1/10 بقت ب 4. تمام، احنا رتبناهم بس. دي الايكويشن بتاعتنا، هناخد لها لابلاس للطرفين. اما نيجي ناخد لابلاس هيطلع لنا، ونجمع زي ما عملنا المره اللي فاتت نفس الطريقه. هنشيل اكس دوت ونحط مكانها ايه، اس في اكس دبل دوت ماينس اس في اكس دوت ماينس اكس دوت نوت، ماشي الكلام ده. بلس ده كده اول ترم، لو اكس دبل دوت 4 في اس في اس اس في اكس برضو عشان ما ننساش، خلي دي في اس ماينس الاكس نوت بلس اخر ترم اللي هو 40 في الاكس وفي اس. كل الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال 0. فاهم كده؟ اس في اكس دبل دوت دي كده، كل ده تحويل الاكس دبل دوت زي ما احنا خدناه، وده تحويل الاكس دوت، ده تحويل الايه؟ الاكس. هبدا اجمعهم ونستنتج ان اكس اوف اس هتساوي ايه؟ زي ما عملنا المره اللي فاتت، اس بلس 4 في الاكس نود على اس سكوير بلس 4 اس بلس 40. هنشوف الحاجات المضروبه. احنا يعني عندك هنا مثلا اكس اوف اس اهي فيها اس سكوير، ادي الاس سكوير، وعندي 4 اس، وعندي ال 40، هم الثلاثه دول، والباقيين اللي هم بالنواقص دول اتجمعوا وطلعوا فوق. تمام. هبدا اجيب لها انفرس، انفرس لابلاس. طبعا احنا خدنا المره اللي فاتت في انفرس لابلاس ازاي بنجيبه، فدي هنقسمها، هنقسمها لحاجتين. لو احنا جينا لاحظنا الترم اللي تحت ده اتفقنا لازم يكون اس بلس حاجه الكل سكوير، فاقول 2. ليه 2؟ عشان ما اجي افك اللي تحت اس سكوير وال 4 اس اللي هو 2 في الاول في الثاني، و اللي بقى كام؟ 2 في 2 4، يبقى بقى من ال 40 كام؟ 36. 36 يعني 6 اس 2. لما نيجي نفك دي يطلع لنا الترم دوت. تمام؟ وهنقسمه باتنين عشان هنا يبقى اس بلس 4، انا عاوز الاس لوحدها وال 4 لوحدها. يبقى الكلام اللي فوق ده اكس نود في الاس، اكس نود انا محتاج هنا الاتنين دي، صح؟ يبقى لو انا وزعت ديت هيبقى اس بلس 2، انا محتاج اس بلس 2 فوق، صح؟ يبقى الاكس نود اهي اس بلس 2 عشان يبقى نفس الايه؟ نفس الترم ده. طيب ايه اللي هيبقى لي؟ اس بلس 2 يبقى هنا اس بلس 4، يبقى لي 2 كمان، يبقى انا هنا في 2 اكس نود. تمام كده؟ يبقى لما نيجي نشوف اللي فوق الاكس نود مشتركه والاس بلس 2 بقت اس بلس 4. تمام؟ نبدا بقى نجيب الانفرس كده المسألة
مهيئة، بس هنا مفروض يكون 6 وهنا 6، فهنضرب هنا في 6 أو نضرب سوري في 3 ونقسم على 3، تمام؟ يبقى الترم ده هضربه في 3 ونقسم على 3 عشان يبقى 6 زي ديت، ونجيب بقى الانفرس، يبقى الاكس اوف اس الشكل النهائي ليها، الشكل النهائي بالنسبة لدوت يبقى الاكس نوت اهي اس بلس 2 تحت اس بلس 2 سكوير بلس 6 سكوير، بالنسبة للترم ده هيبقى 1 على 3 في اكس نود على 3، خدها هي كمان هيبقى لنا 6، وهنا اس بلس 2 سكوير بلس 6 سكوير، تمام كده؟ كده احنا هيقناها خالص. نبدأ بقى ناخد الانفرس لابلاس، انفرس لابلاس احنا عارفين ان الترم ده لو اس بلس 2 ده بيدينا الكوساين، صح؟ يبقى الاكس اوف تي هتعبر عن اكس نوت، صح؟ اي تو ذا باور، هناخد اللي ايه؟ اي تو ذا باور الالفا ديت يا ماينس 2 تي في كوزاين، فين الاوميجا؟ هي 6 6 تي، تمام؟ خدناها دي الشابتر اللي فات، بلس ناخد ده يبقى اكس نود على 3 اي تو ذا باور ماينس 2 تي عشان والاوميجا عندي ب 6 في ساين 6 تي، ساين 6 تي. كده احنا جبنا الايه؟ جبنا الريسبونس بتاع السيستم، تمام؟ ممكن ناخد الجزء ده عامل مشترك اللي هو الاكس نود في دوت، يبقى الاكس اوف تي ايكوال اكس نود اي تو ذا باور ماينس 2 تي في الباقي هنا ايه؟ كوساين 6 تي بلس 1 على 3 ساين 6 تي. كده احنا جبنا الايه؟ طيب لما يجي نرسم السيستم دوت ادي الاكس اوف تي، هنجد عند الزيرو تايم اي تو ذا باور 0 بواحد، كوزان 0 بواحد، كوزان 0 بصفر، فكانها بقت اكس نوت، اكس نوت في واحد بواحد في واحد باكس نوت برضو، ودي بصفر خلاص. طيب هنبص بقى لشكل الموجه بتاعتنا لما نيجي نرسمها مثلا بالماتلاب، هنتلاقي ان بدا تحصل دامبنج اهو غير السمبل هارمونيك موشن، فدي بنسميها في الحاله دي دامبد، الصوره دي بنسميها دامبد فايبريشن، دامبد فايبريشن ليه؟ عشان بيحصل له دامج او بيقل، لكن في السمبل هارمونيك موشن اللي احنا رسمناها كانت واخده الشكل ده، سمبل هارمونيك موشن، فهو ده الفرق ما بين الدامبنج. في بقى بتعمل اوفر دامبنج، يعني ده بيبدا يتزايد، ده ما بيقل كده، لا بيبدا من نقطه كده ويبدا يتزايد، ففي عندنا اندامبنج وفي دامبنج، تمام؟